مرحبا بكم في عدة جديد من عالم حواء. عرف الإنسان البدائي العطر من استنشاقه للورود والأعشاب، وإن كان يقطع الأعشاب العطرية ويحرقها باش يشم الروائح، وكان ذلك غالبا مخصص للزينة ولصناعة العطور. تاريخ طويل، فمنذ القدم وغالبا كان يسمعوا على العطور جي في بالنا باريس لأنها عاصمة العطور بدون منازع حاليا. لكن في عدد اليوم رح نتعرفوا على تاريخ العطور وأصلها اللي رح يفاجئكم بزاف. في الواقع كان الشكل الأول للعطور هو البخور اللي صنعوه سكان بلاد ما بين النهرين لأول مرة منذ حوالي 4000 عام، وتعد أول كيميائية مسجلة في العالم هي صانعة العطور تابوتي. تم تسجيل وجودها على لوح مسماري عام 1200 قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين البابلية، وإن قامت باستخراج العطر الأول باستعمال نبات المر والزيوت والزهور. وطبعا ليست حضارة ما بين النهرين هي الوحيدة، وإنما كان كاين العطور في بلاد فارس وعند الفراعنة واللي يشار ليهم كأول مبدعي العطور في العالم. في مصر كانوا الناس يستخدموا العطور في كل المناسبات من الاحتفالات الدينية إلى تحضيرات الدفن ويوضعوها بشكل يومي. الفرس أيضا كانوا من المعجبين بالعطور، وكثيرا ما استخدموا العطر كرمز للوضع السياسي. تطور معنى وهيئة العطور بشكل مختلف على مر العصور، فقد كانت هناك العديد من أنواع الروائح اللي كانت تعتبر عطر قبل ظهور العطر بشكل الحديث لأول مرة. ويعتبر المجريون أول من أدخل العطور كمنتج حديث يمكن وضعه، يصنع من مزج زيوت معطرة في محلول كحولي، وتم صنع أول عطر للاستخدام الشخصي حصريا لملكة المجر إليزابيث، وأصبح معروفا في جميع أنحاء أوروبا باسم هنغاريا ووتر. بالنسبة لأجود أنواع العطور وأكثرها تكلفة، فهي مصنوعة من الزيوت المطلقة، وهي مزيج من الخلطات المركزة العطرية والدهنية المستخلصة من النباتات أو من بعض الأزهار كما الفل والياسمين والزهور البلغارية، العود، المسك، والسوسن والفانيليا. بالنسبة لأغلى مكون في العالم هو العنبر، وهي مادة يتم إنتاجها من الجهاز العظمي للحيتان العنبر. يمكن أيضا أن يعزز السعر المرتفع لمكون ما إلى حقيقة أن مصدره الطبيعي جد نادر مثل زيت العود الطبيعي، أو إذا كان المكون خارج الموسم مثل اليالانج في مدغشقر. ولازم ما ننساوش أنه وخلال الاستخدام المنتظم لنفس العطر سوف تمتزج رائحة العطر مع رائحة الجسم جدا، وتصبح الريحة بعد رش العطر مميزة، لدرجة أنه كائن عطور تستخرج من رائحة الجسم وتصبح مثل الهوية وتسمى باسمه. وانتم مشاهدين، وش هو العطر المفضل عندكم والأقرب لشخصيتكم؟ شاركونا بتعليقاتكم وأراءكم على صفحاتنا الرسمية اللي تظهر أسفل الشاشة. شكرا لكم، السلام عليكم.